أهلا بكم. يشارك وزير البترول كريم بدوي في مؤتمر ومعرض غاستك 2024 بمدينة يوستن بولاية تكساس الأمريكية، وذلك بمشاركة نخبة من وزراء الطاقة ورؤساء الشركات العالمية للطاقة. وخلال المؤتمر شارك الوزير كمتحدث رئيسي في الجلسة الوزارية الافتتاحية بالمؤتمر تحت عنوان من التخفيف إلى التكيف، التعامل مع الظروف الجيوسياسية المتقلبة في ظل نظام عالمي مجزأ. وأكد الوزير أن مصر تلعب دورا مهما للغاية كبوابة بين الشرق والغرب والشمال في تجارة الغاز الطبيعي والهيدروجين، في ضوء توافر البنية التحتية اللازمة وتوافر الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة المتجددة من طاقة شمسية ورياح، لافتا إلى أن التعاون وتضافر الجهود هو السبيل لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الموارد. في سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، بينما مالت تعاملات الأجانب للبيع وسط تداولات بلغت 2,900,000,000 جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2,590,000,000 جنيه. وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 61% ليغلق عند مستوى 30,342 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 7,070 نقطة. وصعد مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 10,087 نقطة. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط وتتجه لإنهاء مكاسب استمرت جلستين بعد أن أهدر تقرير من قطاع النفط تزايد مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، وهو ما حدا من تأثيرات تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. وعلى صعيد التداولات تراجعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 49% لتصل إلى 73 دولارا و34 سنتا للبرميل. أيضا انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 51% ليصل إلى 70 دولار و83 سنتا للبرميل. وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 40% لتصل إلى 2.15 دولار للتر. وصعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.42% لتسجل 2.35 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعه اليوم لمناقشة تخفيض سعر الفائدة بعد شهور من رفع الفائدة بشكل مستمر، وسط توقعات بتخفيض الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عامين. وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية بشكل طفيف وسط ترقب المستثمرين لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بدأ سياسة التجديد النقدي في مارس 2022 عندما رفع معدل الفائدة ربع نقطة مئوية على أساس مستوى ما بين ربع نقطة ونص نقطة مئوية، ليزيد وتيرة الرفع في 6 اجتماعات لاحقة ليصل معدل الفائدة بنهاية عام 2022 عند مستوى 4.25% و4.5%.